السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة طالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله نبدأ معاكم النهاردة حل أسئلة اختبر نفسك، صفحة 84 كتاب الامتحان، الفصل الأول، الدرس إيه؟ التاني. نبدأ مع بعض كده عشان الوقت. أولا اللي ما اشتركش معانا برضو في القناة يشترك ويفعل الشغل شوية، لأن منظرنا كده بصراحة يعني هنتكاسل شوية عن أولى ثانوي، هنشتغل مع تانية ثانوي، نشتغل مع تالتة إعدادي. ما بقولش كده عشان حاجة، التفاعلات والتفاعل معانا في القناة مش كويس، يعني لو حاجة تانية بنتفاعل فيها ونشتغل فيها، وبنقعد نجيب أسئلة من برة وبنقعد نتفزلك على بعض على اليوتيوب. طبعا الكلام ده ملوش لازمة ومحدش يزعل من الكلام ده، انا بتكلم خبرة 30 سنة في الشغل، بلاش حد يجيب اسئلة من حد برة. ما تقوليش انا واخدها في الدرس، انا واخدها في الدرس واحنا قاعدين بنلعب بعض برة في الاسئلة، وحللي ده يا مستر بسرعة عشان انا عندي امتحان بكرة، والخط اللي هو واضح ولا في حاجة واضحة في الكلام وحاجات منقولة وخلاص، واللي ناس يقولوا هات لي اسئلة يا مستر عشان اديها للمس بتاعتي او المستر بتاعي. طبعا ده كلام ما يصحش، عايزين نتعلم يا جماعة عشان البركة في العلم تنفع، يبقى فيه بركة في العلم. نبدأ إن شاء الله كده. اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1، ما عدد ذرات الأكسجين في وحدة صيغة من، أعطيني سي اي، أكبرها كده، سي اي 3 بي او 4 كل 2، دي اسمها كبريتات ايه؟ فوسفات الكالسيوم يا جماعة، بترجمها لكم اهو تاني، فوسفات الكالسيوم بيطلب مني عدد ذرات الاكسجين. طيب احسبها ازاي؟ ذرات الاكسجين هنا 4 في 2 ب 8. 8، هل ال 8 موجوده في الف ولا باء ولا جيم؟ لا، يبقى الاجابه الصح هتبقى ايه؟ دال، لان ال 8 مش موجود. يبقى دي المساله رقم 1. عشان ما نضيعش وقت الحاجه اللي مش محتاجه كلام كتير، يعني هنعديها بسرعه عشان الحاجه اللي فيها افكار نحلها مع بعض. المساله الثانيه، نبدأ نفكر كده مع بعض. إذا كانت نمرة 2، إذا كانت الكتلة الذرية من الفوسفور 31 وحدة كتل ذرية، فإن الكتلة المولية من جزيء الفوسفور في الحالة البخارية تساوي، احنا عارفين الحالة البخارية للفوسفور بيبقى 4 ذرات، يبقى في الحالة دي هو طالبها مني عايز الكتلة الذرية، يبقى رقم 2 هنقول الكتلة المولية من جزيء الفوسفور تساوي 4 في 31، نضرب بالآلة الحاسبة، أدي 4 على 4 في 8، أدي الواحد في 4 ب 4 والتلاتة في 4 ب 12، يعني 124. نشوف الاختياري هتبقى ايه؟ سي. خلاص يبقى ديت المسألة ايه؟ رقم 2. نيجي للمسألة رقم 3. مسألة رقم 3 نفكر فيها كده بالراحة مع بعض عشان اي حاجة محتاجة افكار نشتغل مع بعض. رقم 3، ما عدد مولات، الفكرة بتاع المسألة ديت، ما عدد مولات الماء الموجودة في عينة منه. دي ببساطة ما يقول لي عدد المولات، ومسألة مباشرة عادي، عدد المولات كتلة جرامية. امتى نطبق الكلام ده وامتى نطبق حاجات تانية؟ احنا ماشيين مع بعض بالافكار. يبقى عندنا كتلة جرامية على كتلة مولية. كتلة ايه؟ مولية. كتلة جرامية عطهالي 36، يبقى 36. طب الكتلة المولية؟ الكتلة المولية بتاعت المية، انا عند المية كام؟ 16 زائد 2 يبقى بيساوي كام يا جماعة؟ 18. يبقى هنا 18، طبعا نعمل انجلش مع بعضه كده لان النواتج كلها بالانجلش، يبقى عندي ايه؟ 2 ايه؟ مول. يبقى الاجابة 2 مول. نشوفها فين؟ حرف السي. نيجي للمسألة رقم 4. رقم 4، انا مستعجل برضو، الحاجة اللي فيها افكار بنشرحها، الحاجة اللي كده بنمشيها بسرعة عشان وقت الفيديو، لان في ناس بتزهق من الفيديوهات الطويلة. رقم 4، عايزين كتلة 1 مول من هيدروكسيد الصوديوم بتساوي، اولا هيدروكسيد الصوديوم لو فكرنا نتكلم عن هيدروكسيد الصوديوم، ادي هيدروكسيد الصوديوم خلاص، بيقول لي الواحد مول منه، ها، والكتلة
المولية، تمام، الكتلة المولية هنا بنقول 1 مول من هيدروكسيد الصوديوم، واعطيني الواحد مول بتديني كتلة مولية قد ايه؟ 1 زائد 16 زائد 23 يبقى ايه؟ 40 جرام، دي الكتلة المولية. فبيقول لي احسب كتلة 1/10 مول، يبقى انا هحط هنا اهوت 1/10 مول، 1/10 مول من هيدروكسيد الصوديوم هيديني كتلة قد ايه؟ يبقى الكتلة خلاص ضرب تبادلي، يبقى كتلة المطلوبة كتلة بالجرام، لانه طالب كتلة 1/10 مول مش طالب عدد مولات، انا عندي 1/10 مول، يبقى كتلة بالجرام هتساوي الكتلة مضروبة في 1، هنا 40 مضروبة في 1/10، يعني 1/10، يسروا ولا تعسروا، الزيرو مع الزيرو يبقى عندي كام؟ 4 جرام. 4 جرام. ويا ريت نبعد الرقم عن حرف الجي، ليه؟ عشان في ناس بتعمل لي كده، فاللي يجي يقراها يفكر 49 وما فيش وحدة قياس، يبقى المسألة غلط. خدوا بالكم التكات البسيطة دي ملهاش لازمة، خلاص بلاش استهتار، زي اللي يجي يعمل لي واحد يعمل لي كده، هو ده واحد؟ هو ده واحد؟ شكلها 2 خالص اهي. يا جماعة نلتزم بالايه؟ بالخطوط وبالكتابة بقدر الايه؟ الامكان. يبقى انا هنا عندي رقم 4 طلعت 4 جرام، 4 جرام يعني حرف ايه؟ سي. نيجي في رقم 5، مسألة رقم 5 بتقول كتلة اول اكسيد الكالسيوم، رقم 5 عايز كتلة اكسيد الكالسيوم الناتج من انحلال كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم فين؟ نركز كده مع بعض، كربونات الكالسيوم انحلالها مع اثر حراره على كربونات الكالسيوم لازم اكون عارفها، لمصلحتنا نكون عارفينها، سهم عليه حراره بيديني CaO زائد ثاني اكسيد ايه؟ كربون. طبعا انا هشرب على ثاني اكسيد كربون لان هو مش معانا في التفاعل، يبقى 1 مول في البدايه كده من كربونات الكالسيوم حورها مع اكسيد ايه؟ الكالسيوم، مع 1 مول. المعاملات هنا واحده يا جماعه عشان نفهم احنا بنحل المسائل ازاي. خلاص هات لي بقى الكتلة المولية هنا الأول، 3 في 16 ب 48، 48 و 12 يبقى كده 50 60، والكالسيوم 40 يبقى إيه؟ 100. يبقى هنا هو 100 جرام دي كتلة مولية، هتديني قد إيه كتلة؟ خلاص كتلة سي أو الناتج من انحلال أول أكسيد الكربون أدي 40، 40 و 16 يبقى 6 وإيه؟ و50 جرام، تمام. نعمل اي علامة كده عشان ما تبانش اللي هي ايه، اي ارقام. طيب بيقول لي الخمسين جرام بقى هتدي قد ايه؟ الخمسين جرام من كربونات الكالسيوم، ها، هتدي قد ايه جرام، ها، من الايه؟ اكسيد الكالسيوم. يبقى كتلة ايه الجرامات المطلوبة هنا؟ يبقى انا اقول له الكتلة اللي مطلوبة لانه طالب مني ايه؟ كتلة اول اكسيد الكربون، خلاص، او اكسيد الكالسيوم. الكتله هتساوي الكتله مضروبه في ايه؟ ضرب تبادلي، هنا 100 وهنا هوت 56 مضروبه في ايه؟ في 50. ركزوا معايا، على 50 فيها الواحد من غير اله حاسبه فيها الاثنين، 56 على الاثنين فيها ال 28 ايه جرام، ونشوف الاجابه 28 جرام، تمام. يبقى حرف ايه؟ بي، دي رقم 5. نيجي للسؤال السادس، السؤال السادس بيقول لي يحترق البيوتان، يحترق البيوتان تبعا للمعادله، واعطيني معادله. يبقى احتراق البيوتان ما عدد مولات غاز ثاني اكسيد الكربون، يبقى الحوار ما بين البيوتان وثاني اكسيد ايه؟ الكربون. يعني هقول له ايه؟ يعني هقول له 2 مول من البيوتان بيديني 8 من ثاني اكسيد الكربون، يبقى هنا بيوتان وهنا ايه؟ ثاني اكسيد ايه؟ الكربون. خلاص يبقى هنا ايه؟ 8 مول. يبقى يحترق غاز البيوتان تبع المعادله مع عدد مولات غاز ثاني اكسيد الكربون الناتجه من احتراق 3 مول من غاز البيوتان. 3 مول من غاز البيوتان، يبقى انا هنا 2 كمعامل وهنا ايه؟ 8. طيب بيقول لي 3 مول من البيوتان هيديني قد ايه عدد مولات من ثاني اكسيد ايه؟ الكربون. اذا هقول له عدد مولات ثاني اكسيد الكربون هتساوي مضروبه في ايه؟ في 2، ها، يبقى 2 في المقام، 8 في البسط، في 3 على 2 فيها الواحد على 2 فيها الاربعه، ال 3 في 4 بكام؟ ب 12،
12 ايه مول، ما نقولش جرام. ناخد بالنا يا جماعة، فين ال 12 هنا؟ في 12 هنا، هي تبقى حرف ايه؟ السي، حرف السي. يبقى المسألة دي رقم 6 هتبقى حرف ايه؟ السي. نيجي لرقم 7. رقم 7 عندي عند تفاعل 80، عند تفاعل 80.5 من الصوديوم مع الماء. يبقى انا عندي الصوديوم يتفاعل مع الماء، تمام، ها تبعا للمعادلة، اعطيني معادلة، يعني اعطيلي 2 صوديوم، ها هيبقى الحوار ما بينه وبين 2 مول. يبقى الوقت هنا 2 مول من الصوديوم اهو تحتها اهو عشان تبقى منظمة شوية، وهنا 2 مول منين؟ 2 مول من هنا 2 صوديوم، واتنين مول منين؟ من المية. ركزوا كده، يبقى هنا ايه؟ 2 مول. نبدأ نشوف السؤال. عند تفاعل 80.5 جرام من الصوديوم، خلاص بيقول لي احسب عدد المولات، احسب عدد ايه المولات. يبقى في الحالة دي هنيجي نحسبها، هنقول 2 صوديوم خلاص مع 2 مول مية، ايه اللي بيحصل؟ دي رقم 7، تمام. هنقول عدد المولات باتنين، 2 في كام؟ في 23. فين يا مستر 23؟ عطالي اهي. يبقى الوقت هنا هنقول ايه؟ 2 في 23 ب 46 مول، 46 مول قصاد 2 مول منين؟ من المي. طيب اعطيني 80.5، 80.5 خلاص، 80.5 جرام من الصوديوم هيدوني قد ايه؟ عدد مولات، عدد مولات مية. نركز تاني، بيقول لي فإن عدد مولات الماء اللازمة لإتمام هذا التفاعل، يلا ضرب تبادلي. يبقى أنا هنا جبت الكتلة المولية، لأنه جاب لي كتلة هنا اللي هي 80.5، نضرب ضرب تبادلي يلا. إذا عدد مولات الماء هتساوي مضروبة في إيه يا جماعة؟ في 46. يبقى 46 فين؟ في المقام. هنا 2 في 80.5، على 2 فيها 1، على 2 فيها 23، بالآلة الحاسبة فيها 3.5 مول، 3.5 مول، لأنه طلب عدد إيه؟ المولات. فيه 3.5 مول هنا، أيوة حرف سي، حرف سي. طيب نيجي لآخر سؤال، وآخر سؤال في فكرة بسيطة، ان هو طالب مني اللي هو المسألة او السؤال رقم 2، جايب لي طالب مني احسب الكتلة المولية، احسب الكتلة المولية لبعض العناصر وبعض المركبات. سؤال جميل وسهل وفي فكرته بسيطة، يعني بيقول لي رقم 2، رقم 1 فيها عامل لي اس العدد الكتل، العدد الذري بتاعه 8. يبقى اقول له 8 بالعربي بقى مش مشكلة، 8 في 32، 8 في 32 هتطلع لي 256. هو طالب ايه؟ الكتلة المولية. خلاص يبقى اقول ايه؟ جرام لكل مول. طيب دي اس 8. طيب قصادها هنا بقى عشان ايه الكاميرا، هنا سي او 2 معروف 2 في 16 زائد كام؟ 12. يبقى 32 زائد 12 يبقى بتساوي كام؟ 44 ايه جرام لكل ايه مول. طيب بعد كده طالب مني كلوريد الصوديوم، 3 كلوريد الصوديوم ان اي سي ال، طبعا عاطل الكتل الذريه قصدي، يبقى هنا 35.5 زائد الصوديوم 23، اجمع 58.5 جرام لكل ايه مول. عايزين نكتبها بالانجليزي سهله بالمناسبه. ها رقم 4 واخر واحده النهارده في حالات النهارده، عامل لي HNO3، احسبها ازاي؟ 3 في 16 ايه في القوس زائد النيتروجين 14 زائد 1 هتساوي كام؟ 63 بالاله جرام لكل مول. ده كان اخر حاجه النهارده في حلقة النهاردة. مرة تانية بنقول ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا اللي ما اشتركش معانا في القناة. تاني حاجة نختار، نضغط على الجرس ونختار الكل عشان يوصل لنا كل جديد ان شاء الله.
وما ننساش نعمل لايكات عشان دي طبعا تسعدنا وتخلي القناة تنتشر على اليوتيوب بإذن الله بفضل الله أولا ثم بمجهوداتكم. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة، وانتظروا مني فيديو إن شاء الله بعد قليل بإذن الله موجه لجميع المراحل إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.